شوف الكابتن عبد اللطيف الحساني. كابتن عبد اللطيف، كابتن عبد اللطيف نحييك، نرحب فيك، كلنا الزملاء نرحب فيك عبر شاشة اي ار تي، نقول لك الف مبروك في اول مهمة مع الفريق الهلالي. الله يبارك فيك، والحمد لله، واهدي هذا الفوز لجميع محبي النادي الهلال وإدارة نادي الهلال. كابتن، ما بين شوط المباراة الاول ومن بين شوط المباراة الثاني، ترى ان الفريق في شوط المباراة الثاني قل رتمه عن شوط المباراة الاول؟ شوف، انا بقول لك بكل صراحة، بعد الفرص اللي احنا ضيعناها في الشوط الاول كان في هناك ضغط نفسي كبير على اللاعبين جراء الفرص اللي احنا ضعناها. احنا نعرف ان التعادل لا يخدمنا تماما في مثل، خصوصا ان الاتحاد فريق فاز على نجران، فكان فيه هناك يعني فتحنا خطوطنا الخلفية على حساب الهجوم. من الطبيعي لازم يكون في هجمات مرتدة الوحدة، ولكن على أي حال أنا أخرج السول، لأن كان الخثران وعمر غامدي كان يحتاجون لاعب يساند أكثر، كان ويلهامسون وكان سول يهاجمون أكثر، لكن ما على حساب الناحية الدفاعية. نزلت خايف يعني. نزلت سلمان الفرج حتى يكون هناك توازن. أعتقد سلمان الفرج لاعب مميز ولاعب له مستقبل كبير. نعم، ما كان أدى وفق الشيء اللي أنا أبغاه، ولكن أعتقد قياسا على ذلك أنه أدى مستوى جيد. بنزول سلمان الفرج وبدأ أنه يدخل في أجواء المباراة، عمر الغامدي طلب التغيير لأنه تعب، وأنت تعرف أن عمر الغامدي له فترة طويلة ما لعب، اضطريت أني أنزل مهاجم، وأعتقد الحمد لله أنه وفقنا في تسجيل الهدف والمنافسة أو الحفاظ على المنافسة على بطولة الدوري. كابتن كوزمان، لم تكن هذه طريقته في المباراة، هل هي طريقة عبد اللطيف الحساني؟ أنت تقدر أنك تصنع تكتيك جديد مع الفريق الهلالي؟ أنا بقول لك شيء بسيط، أنا عمري ما لعبت في شخصية أحد، ولو كنت أنا أبغى أكمل بنفس ما يكمل عليه كوزمان، هو مدرب عظيم على فكرة، ولكن له تفكيره الخاص وأنا لي تفكيري الخاص، لا يمكن أن أكون أنا نسخة من كوزمان. من المتفوق ممكن يكون هو المتفوق بمراحل، ولكن لا يمكن أن أكون ألعب بعقلية كوزمان. طيب، لو نتحدث الآن بالنسبة للفريق الهلال، بالنسبة لفريق الوحدة، شاهدناه هجم وكاد أنه ينهي المباراة في أوقات حرجة. نعم، لأن الوحدة ما عنده شيء أي يخسره، ما عليه أي ضغوط حقيقة، فكان يلعب بكل ارتياح، بعكس احنا نلعب طوال المباراة، وطوال ثواني المباراة واحنا في ضغط نفسي كبير على اللاعبين، الضغط النفسي الكبير على اللاعبين يفقدك الناحية البدنية، يقلل من تركيزك، وهذا أعتقد أن عبء المباراة مو بس الفريق اللي قدامك وقوته، أعتقد الظروف المحيطة بالمباراة هي اللي تزيد العبء عليك. لماذا لم يشارك أحمد الصوالح محمد العنبر مع شوط المباراة الثاني؟ مع 0-0 كانت نتيجة الهلال، بينما الاتحاد متقدم هناك في نجران. أنا أعتقد أنه مو بس في التسجيل في عدد المهاجمين، أعتقد إحنا حصلتنا 5 فرص محققة لتسجيل أهداف وإحنا نلعب رأس حربة واحد. بعد هذا الفوز تعتبر أن الجمهور الهلالي يثق في قدرات عبد اللطيف الحساني؟ والله أنا أثق بقدراتي بغض النظر عن الغير. شكرا لك. شكرا.